إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة جزء مثلاً وأخطأت خطأ أو وهذا السفر يعني أنت ترى على فكرة ترى الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ يعني يذهب مع وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه هو يسافر يعني سفراً طويلاً حتى يحفظ. أنني كنت أذهب إلى الشيخ ومطر في نصف القرآن الأول كم يوم ثلاثة أيام في الأسبوع ثلاثة أيام فقط كنت أتحايل عليه كان أول يوم يومين فقط تحايلت عليه محايلة شديدة ليذهب إليه ثلاثة أيام وكان يوقفني على معاني شديدة يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة والله كان يفعلها الله أكبر في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا نعم ولكني سمعت أنك عفريت شوي الحمد لله ربنا ألعب علي نعم هو شال مني البصر سبحان الله والحمد لله وعلى هذه النعمة أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي البصر لا تريد أن يرجع الله لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعض من العذاب وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن فعسى أن يخفف عني فالله يدخل من يشاء في رحمته ولكنه ألعم علي بالقرآن وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط وليس معي أحد ولكن أبي يخاف علي تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن يا الله ماذا ستكون حجتهم عند الله؟